خلفت اتهامات محامي في هيئة مدينة الدار البيضاء لزملائه بتلقي رشاوي خلال حديثه في ندوة حول تحرير العقود العقارية امتلاكهم المؤهلات الضرورية لتحرير العقود نفسها. غضب الهيئة التي ينتمي إليها، وجهت هيئة المحامين بالدار البيضاء كتابا إلى المحامي عمر أزوغار، توصلت به هيس بريس تستدعيه فيه إلى المثول أمام المجلس التأديبي الذي سينعقد يوم 25 دجنبر الجاري بخصوص الآراء التي عبر عنها إزاء زملاء المحامي. شوف شو لو تخيما إلفو جامي جينيراليزي، ما عمرنا نصدروا أحكام عامة بحال ما هكا. توتي بوسيبل، جو دي با كو أنا ما تقدرش تكون واحد الحالة أو جوج أو لا ثلاثة هنا أو هناك تنطبق على هذا الوصف، ولكن أنت فاش تعطي حكم كتعمم هذا خطأ كبير ستؤتي ثمنه. وإذا كنت لا تعمم وأنك تقصد واحد من الفئة وبعض الناس وش فلان وشي وحدين وماشي كلش، يجب التوضيح هذه الأمور، لأن هاد الفهم هذا أنت فاهمه بوحدك فقط، لما وضحتيش وقعتي في الفخ. ولو نقولوا أنك يعني حتى في حالة أنك وضحتي وكذا، خصك تحسب الكلام ديالك مزيان. كيعجبوني الناس اللي هما شجعان تيقولوا الحق، ولكن قول الحقيقة أو الانتقاد أو إعطاء الرأي يجب أن يكون محسوبا، خصوصا رجل القانون وأولى الناس التي يجب أن يعرف يعني تبعات الكلمة. إذا قلت كلمة أو كلمتين فلا تبعات، لا عواقب. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.